سنكون معكم في طرح مختلف ونفتح ملفات مختلفة، كل هذا مع ضيف البرنامج السيد عباس عليوي. عباس عليوي وين يشوف نفسه؟ بالرياضة؟ بالسياسة؟ حقيقة هي الرياضة يعني تسرب دمي. المناكفات السياسية، التجاذبات، شنو رأيك بيها اليوم؟ جبنا أن القوانين الموجودة بالرياضة العراقية هي قوانين قديمة. شنو الحكومة العراقية بنظرة عامة؟ شنو توجهها على الرياضة؟ وجدنا أن منتديات الشباب ومديريات الشباب يعني أصبحت فقيرة.